تقف اللعبة الشعبية الأولى في رياضة الكويتية أمام منعطف جديد بعد تسلم اللجنة المعينة دفت القيادة عقب حل مجلس الإدارة الأسبق، وذلك خلال مدة 6 أشهر المقبلة. وتابعت الأندية المحلية قرارات اللجنة الجديدة 48 ساعة الماضية بتفاؤل مشوب بالحذر، خاصة أن بعض القرارات ستدفع الأندية إلى إعادة حساباتها من جديد. رح نبتدي بطولة إن شاء الله السوبر كالعادة، ومن بعدها راح يبلش الدوري من بعد أسبوع أفتكر من بطولة السوبر، وراح يدخل عليه كأس سيدي ولي العهد بالفترة هذه، ومن بعده بعد ما ينتهي راح يدخل عليه أيضا بطولة سيدي حضرة صاحب السمو. وفيما يتعلق بتقليص القوائم من 40 إلى 30 لاعبا، بالإضافة إلى تأخير انطلاقة الموسم الجديد 23 من شهر سبتمبر المقبل، احنا طبعا راح نسعى جاهدين لظهور بشكل افضل. طبعا راح نحاول نسعى جاهدين لتعديل الدوري كثر ما نقدر، لمنح عدد اكبر من المحترفين، لمنح ايضا عدد للفئات البدون، لجعل بطولة الدوري او بطولة البطولات المحلية سواء بطولة سيدي حضرة صاحب السمو او سيدي ولي العهد الأمين يعني تكون لها رونق تختلف شوي. وستضع قرارات الإدارة الجديدة الأندية أمام تحديات كبيرة، خاصة إن أغلبها سيسابق الزمن لحسم ملف المحترفين الجدد بعد زيادة عدد المحترفين داخل الملعب إلى 4، إلى جانب مد تسجيل فترة التسجيل حتى 20 سبتمبر. ورغم ردود الأفعال الإيجابية لقرارات الاتحاد الجديدة، فإن الأندية وبالأخص المشرفين على الفرق الأولى سيكون لهم رأي عندما يتفق أو يتحفظ على تلك القرارات.